السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شفنا شلون نسوي حساب حق المعلم في برنامج إيدومودو وشلون نستفيد منه ونستخدمه لإدارة الفصول واستخدامها. الحين نبي نشوف شلون نسوي حساب حق الطالب وشلون نستفيد منه وشلون نستخدمه. أول شيء ندخل على الصفحة الرئيسية للموقع ونضغط على تسجيل الحصول على حساب مجاني أو سجل اللي في أعلى الشاشة، ونختار الحساب اللي نبي نسجل فيه. قلنا نبي حساب الطالب. نقدر نسجل بحساب الطالب عن طريق جوجل أو مايكروسوفت أو أبل، أو بس مجرد نحط الرمز للفصل أو الرمز المدرسة ونحط اسم المستخدم على طول راح يسجلنا، ما نحتاج نحط بريد إلكتروني لأنه اختياري. إذا نبي نحط، ما نبي مو لازم، ونحط كلمة السر وتأكيد كلمة السر وننشئ الحساب. بس بما أن عندي حساب فراح نسوي تسجيل للدخول. هذا حسابي، نضغط على تسجيل الدخول. نقدر نسوي تسجيل دخول بالبريد الإلكتروني أو اسم المستخدم أو رقم الهاتف. نضغط على تسجيل الدخول. طلعت لي الصفحة الرئيسية للطالب بهذا الشكل. قبل لا نبدي نشوف الأشياء اللي موجودة عندي، ندخل على الصفحة الشخصية. كم أحب أن أتعلم، أو قصدهم كيف أحب أن أتعلم، حدد طريقتك المفضلة للتعلم. طبعا مثل ما نعرف أن في أنماط للتعلم، النمط الحسي والنمط السمعي والنمط البصري. فحلو أن الطالب يحط شنو النمط اللي يحب أنه يتعلم فيه أكثر عشان المعلم يركز عليه. أستمتع بالتعلم العملي وجيد بالتعامل مع الألغاز والمتاهات، غالبا ما يمكنك وضع الأشياء معا دون تعليمات. أو الاستماع، تذكر القصص بشكل أفضل إذا سمعوها أكثر مما لو قرأوها، ويمكنهم اتباع التعليمات المنطوقة أفضل من المكتوبة. وقول كل كلمة في رؤوسهم أثناء قراءتهم بصمت. أما النمط البصري، تعلم أفضل من القراءة مثل رؤية الأشياء المكتوبة وتصوير الأشياء في رؤوسهم لتذكرها. نحدد النمط البصري، فرح يطلع حق المعلم أن هذا الطالب يتعلم بالنمط البصري أو المرئي أكثر. نحدد الهدف الوظيفي، مهندس معماري. وشي حلو أنه يحط كل مهنة في البناء والإصلاح، أو كل مهنة ويعطينا ملخص عنها أو شرح لها عشان الطالب شوي يكون عنده فكرة للتخصصات وممكن أنه يبني عليها هدفه. مهندس معماري، المهندسين المعماريين يصممون المنازل والمباني، يخططون للمكاتب والشقق، إنهم يصممون المدارس والكنائس ومحطات المطارات وغيرها. أجهزة الكمبيوتر، مهندس برمجيات حاسوب. هناك حاجة مستمرة لتطوير برامج جديدة. أخصائي دعم كمبيوتر، مساعدة الناس. نشوف، نختار مثلا القانون والنظام. نشوف، نختار مثلا الجيش. الهدف الوظيفي الجيش. نضغط على النشاط. كل مشاركات الطالب راح تبين هني، وأيضا ردوده على المنشورات. التقدم، الطالب يشوف درجاته في كل مواد، يعني مثلا مادة تاريخ الكويت تطلع لهني، مادة الرياضيات مثلا تطلع لهني، لكن الطالب مو مسجل إلا في صف واحد. نشوف جداول المعلم. ما عندنا إلا معلم واحد. نضغط على مثلا طلب الجدول، فالمعلم راح توصل له طلب الجدول وراح يعطي الطالب الجدول. نقدر نغير الصورة الشخصية، لكن لازم نضغط كلمة السر. نقدر نختار من جهاز الكمبيوتر نفسه أو الصورة اللي حاطين لنا إياها البرنامج، نقدر نختار منها.
نقدر نختار مثلا هذه الصورة أو أي صورة نبيها، يعني نغير الخلفية وبكذي تغيرت معانا الصورة. راح تطلع لنا الحين. خلصنا من الصفحة الشخصية، نروح للصفحة الرئيسية. كل الأشياء الجديدة والمستجدات راح تطلع لنا بهذه الصفحة. هذه فصولي اللي عندي، هذا الفصل القادمة، هذا كل شيء حتى الآن. مبين عندي إن عندي اختبار من 3 أسئلة، اختبار بالفصل الثاني من الكتاب. الاختبار يخلص اليوم الساعة 5 صباحا، فإذا أبي أتقدم للاختبار أضغط تقدم للاختبار. تقدم للاختبار. السؤال الأول، نشوف الوقت قاعد يمشي. فبراير هو اليوم 23. السؤال واضح لكن حط خطأ. في خطأ في الاختبار. الشيخ عبد الله السالم يلقب ب، التالي حدد كل عاصمة مع الدولة التي تنتمي لها، قم بسحب وإفلات اختيارات الإجابة في إجابات مطابقة. يعني أقدر أشيل مثلا البحرين، أحطها هني أحطها هني أحطها هني، وأحدد مثل التوصيل اللي في الاختبارات التقليدية لكن بطريقة أحلى. إرسال الاختبار، أقدر أرجع إذا أبي أشوف إجاباتي لكن أضغط إرسال الاختبار. تم الرد على جميع الأسئلة. إرسال. الدرجة طلعت على طول 7 من 7. أقدر أراجع الاختبار. طبعا قريب يقصدون فيها كلوز، لكن الترجمة ترجمتها بهذا الشكل. حين نرجع للصفحة الرئيسية، في تقدم، استئناف الاختبار، اذهب إلى التقويم. That's all for now. مهام بدون فئة، ما في مهام بدون فئة. جديد، إذا كنت أبي أسوي مهمة جديدة أضغط جديد. خلصنا من مخطط والصفحة الرئيسية، نروح نشوف الطبقات. عندي بس هذه المادة، أضغط عليها. أقدر أروح للتقويم، نشوف التقدم. عندي مادة تاريخ الكويت، الدرجة 100%. خلصنا من الإدارة العليا والتقدم والصفحة الرئيسية والطبقات ومخطط، نشوف حقيبة الظهر. حقيبة الظهر للطالب مثل المكتبة عند المعلم، يقدر يحط فيها اللي يبي. جديد، تحميل ملف، نقدر نحمل من وورد أو باوربوينت أو الأكسل أو من الكمبيوتر نفسه. إذا كان الطالب يبي يحط عنده باوربوينت ممكن يستفيد منه بعدين، أو أي ملف آخر. اكتشف، في ألعاب ممكن يلعبها الطالب أو يستفيد منها إذا كان الطالب قاعد يقدم برزنتيشن أو كان عليه التقويم مثلا. نروح للرسائل، يقدر يرسل رسالة من حقيبة الظهر الخاصة فيه من الملفات اللي قلنا عنها مساع، أو من جهاز الكمبيوتر، أو يقدر يحط رموز تعبيرية. حط مثلا سعيد جدا.
أرسل رسالة إلى، أقدر أرسل رسالة إلى المعلم. في شخصين، المحادثة هي شخصين، المعلم والطالب.